حياك الله عزيز. حياكم الله. الله يرحم والديك. شلون وضعكم؟ والله وضع تعبان. كيف ياكل عباس؟ الحكومة ما عندها بس شغلتين بس. اللي هي؟ أنا بالبصرة. نعم. عندي شارجر أشتغل على البصرة. ما عنده بس أبو تشارجر وأبو الدراجة غير هاي ما عندي. بس ذولا يحاسبون. بس ذولا كيف ياكل عباس؟ هاي ما عندهم شغل وعمل. هاي كلهم يمكن يدرون. ما عنده بس أبو تشارجر وأبو الدراجة على باب الله منعوا الواد والديه. زين؟ أنا أطلع الساعة 3 بالليل. أنا بالبصرة طالع 3 بالليل باع. هاي جراج. تحطها بجراج ما حد يحكي وياك. تحطها هنا هالست الأمة تنقلب عليك. لا يجيك أبو دراجة ما يجيك المرور والشرطي. يعني إذا تحطها بجراج هسه تجيب العبرة تحطها بالجراج ما حد يقولك شنو أنت. تطلع برا هسه الأمة تحترق يعني خصوصي. لا جراج مال مبيت. ها مال مبيت. إيه مال مبيت. إذا تحطها هسه بجراج ما حد يحكي وياك. إذا تحطها هسه تنزل منه كفك المرور. طي جاز السوق. طي الطفاية. يطبخ على كله. نقول جاي أنت من رام الله. على ابو البسطيه ما ادري شنو هي دوارك تعبانه. وحق العباس قاضيها بس هاي شنو بعد؟ شنو هذا؟ طالع عمر 3 بالليل بالحسين بالثلاثه بالليل طالع على مود اجي الصبح هنا ارجع لاهلي والجو حار. هاي كذا شوف هذا العب. هذا الحساب اللي دي حاسبه عليك. انا ما اطبق على الكل. نفسي حاسبه على ابو السياره الحديثه. لا لا مو حديث هو ما يدور حديث وما ادري شنو يدور خصوصي. انت خصوصي جاي يقول لك الكروه بجيبك. كروب جيبك صحيح هاك هاي الكروب جيبه يقولك بس ابو الاوباما ابو اليوقن عندي ابو اليوقن ابو الاوباما الكروب جيبه منك كفه غصبا علي الطي انا هسه ذاك ابن واحد ها ارد ارجع لاهلي شنو شنو موقفي افضل انا هنا اذا طبخنا عليك هسه يحزك بس احنا نرتبه نعرف شنو نقول اكو فوريه يعرف هو شنو فوريه حجي يعرف كله تدري كلها حاسبة حساب ومشترى يعرفون شنو فورية يعني انا ارتب وياه المرور له هيئة حج المرور ابو الهيئة ما له غرض ابو الهيئة منا خصوصا ما له غرض ما ادري سؤال السيد مرور العام حياتنا لك وطارق اكو فورية هي حاليا هي ماكو انا حسب معلومتي بعد ماكو فورية حج فورية خالي ما تعرف الفورية شنو؟ لا فورية تطي فلوس وتطلع بسرعة بوصل لا ولك وصل استاذي بعد اخوك وين تروح الفلوس؟ ماكو هي بعد تطيها ترتب وياها وتطلع بتجي هي بعد اخوك رشوه يعني هذا اي دراسه تقول يا خالي ها بعد اخوك بقدمته كامل خطالك للبصره بعد اخوك وعد منتسبين وشوفه هاي الجوله المعروفه اقول لك بعد اخوك تدري بشلون يطلع حسين البصره؟ 90 وحق الحسين احط له 25 تقبيضة ثلاث نفرات احط له 25 كملها بالبطحه ب 15 شلون تلم روحك؟ قل لي شلون تلمحك؟ هاي تعب الروحة والشيء شلون تلم روحك انت هسه هذا العامل يوميته هذا ايش قد يوميته؟ 15 شو يكون روحه؟ ما يكون روحه ايوه زين واحنا اهل البصرة منعوا الواد والدينا مثل السجن المذمومة الله يعينكم والله العظيم والله الله يعين اهل البصرة طالع وحق العباس وحق الحسين طالع الساعة بثلاثة بالليل لا وقفت المطعم لا تبولت لا ما ادري انا مو ارجع لاهلي من وقت قبل الغروب وتفك الهيئه وانا بخدمتك الله يعينك الله يعينك حياتنا للبصره من البصره مين؟ انا حجي بالولايه يعني بالاربع شوارع تحياتنا حياك الله العزيز.